مرحبا، مستشفى الأطفال معكم، كيف بقدر أخدمكم؟ لحظة وبحولكم على الدكتور المختص. ألو، نعم، شو هي الشكوى؟ شو؟ بده ياكل أكل غير صحي ومش نظيف؟ ليش؟ وين راح الأكل المنيح؟ الماما ما بتسوي أكل بالبيت؟ تمام، يبقى ليش بده ياكل أكل بوجع البطن؟ هو ما بيعرف إنه عم بحطوا مواد بهذا الأكل عشان يضل شكله حلو وطعمه زاكي، وهالمواد بتخلي فيه ديدان تنمو داخل بطنه وبتسبب له ألم كتير. طبعاً إذا أكل الأكل لازم تجيبي لعنا حتى نطلع الدودة من بطنه. طبعاً راح يحس بوجع كتير، ولازم ننظف معدته من الديدان ومن الأكل السيء هذا. تمام، أنا عم بستنى ردكم، اتصلوا بأي وقت. تحت أمركم، سلام، الله معكم.